هاي بروحها قصه دراميه، ان انا طول الاسبوع المدرب يجهزني على اساس ان انا لاعب اساسي في الفريق. ليله المباراه اكتشفت ان المدرب استبدلني وخلاني في قائمه الاحتياط، فساله ليش؟ فقال لي لا انا اخاف عليك من رده فعل الجمهور، والجمهور ممكن يكون له رده فعل عنيفه عليك، خصوصا ان انا عارف طبيعه التنافس بين المحرك والرفاعي. فقلت له لا بالعكس، يعني هذه اهم مباراه يمكن انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي، عشان اثبت للكثير ان انا الحمد لله قد هذا التعاقد. فقال لي لا، فاستسلمت حق الامر الواقع. مع ان جميع اللاعبين ليله المباراه الكثير من الجماهير كانوا يقولون لي ان هذه الليله مباراتك انت. فدخلنا الملعب، اتذكر قبل المباراه كان الشيخ مبارك بن عيسى الله يذكره بالخير عضو شرف نادي الرفاع، وفي نفس الوقت الشيخ حسام كان واقف وراي وانا ما كنت اعرف انه واقف وراي. فالشيخ مبارك يقول لي والله انا متخوف المالكي من ذي المباراه اليوم. قلت له والله الشيخ انا عندي احساس انه اذا دخلت بغير لك النتيجه وبتشوف. فالشيخ حسام يقول لي بتغير النتيجه؟ قلت له مسامح الشيخ ما ادري بك ان انت وراي. قال بنشوف اذا دخلت ايش بتسوي يا عيال. فالمهم مرت المباراه، الشوط الاول انتهى 1-0 سجله على ما اذكر حسين سلمان. الشوط الثاني دقيقه 50 كابتن جاسم محمود الله يعطيه الصحه والعافيه اللي هو رئيس لجنه الحكام الحالي، كان لنا في الاساس هو فاول خطا على عبد الله الدخيل، اصطدم محمود منصور الحارس. الكل حط الكوره على اساس انها هي خطا لصالح الرفاع. كابتن جاسم محمود كان له راي اخر، حسبها بلنتي على اليمين. وفي نفس الوقت يعني حتى لاعبين المحرك ما كانوا مصدقين ان هذه بلنتي. صارت في نرفزة ومشادة عصبية في كثير من اللاعبين مع الحكم، انطرد على أثرها لاعبين من الدقيقة 50 محمد سعد وأحمد حسان. فعلى طول المدرب بدل تبديلين دفاعيين علشان يغطي أماكنهم، فبقى تبديل واحد. في ذاك الوقت كابتن خليفة الزياني الله يعطيه الصحة والعافية بعد رمى بكل أوراقه، أخرج لاعب ارتكاز ولاعب وسط أو لاعب دفاع ولعب بأربع مهاجمين تقريبا، تمت النتيجة على ما هي عليها 1-1. دقيقة 88 أو 89 في حدث يمكن غريب أول مرة يصادفني في حياتي، والكل ما يعني صعب أنه يتقبل تصديقه. المدرب نادى حمد رميحي علشان يدخل الملعب كتبديل ثالث، فأنا على طول رجعت إلى الدكة وقعدت. فياني الكابتن عادل مرزوقي و خميس عيد، فقالوا لي لا تبدل، قلت مخلص التبديل؟ قالوا لا ليحن ما قررنا من راح يدخل. ففي ذي الفترة طبعا عقب المباراة علموني ان ترى كابتن رياض فوق في المدرج هو اجرى اتصال بشيخ عبدالله بن خالد واصار ان انا اللي ادخل مو حمد رميحي، مع ان احنا في الوقت الضايع باقي 5 دقائق فقط. فدخلني فأقول حق المدرب ايش تبيني أسوي يعني في الملعب؟ قال لي 5 دقائق حاول بس كثر ما تقدر تضيع الوقت. 5 دقائق لمست الكرة 4 مرات جبت فيهم هدفين. فهذه كانت مثل ما تقول قصة حلم صارت، إن اللي انعجز يستوي في 90 دقيقة يستوي في 5 دقائق وقت ضايع. الكل يمكن يعرف قصة ان انا جاي المباراه عشان تعرف ان انا علاقتي مع لاعبين المحرق كانت حتى في هذه الاجواء جيده. انا جاي المباراه مع جاسم الشبن وعلي عامر في نفس السياره. فبعد المباراه بعد الهدفين مشوا عني وخلوني في الملعب. اتذكر الشيخ عبد الله بن خالد مو كل مباريات ضد المحرق يحضر، هذه المباراه شاهدها من البيت بعد ما علم بالنتيجه يا الملعب. فياني قدام كل اللاعبين قال لي خلاص انت سددت قيمه انتقالك. عمد راكع يلعبها وتصدم وتوصل للمالكي وخطره جول! المالكي يشعل المدرجات الزرقاء. كرة ملعوبة أمامية وتوصل وخطرة ممكن الله الثالث ماذا يحصل؟
يغلب كل الموازين، الرفاع يغلب كل الموازين بالهدف الثالث.